اهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نتمنى بان نشاهد معا مباراة كبيرة في ظل هذه الاجواء. معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، ومباراة الاياب للدور ربع النهائي في بطولة كوبا ليبرتادوريس. نتمنى بان تكون مباراة مثيرة وممتعة. اصحاب الارض معهم الافضلية من مباراة الذهاب جماهيرهم، لكن هذه ليست قاعدة، ودائما حققوا الانتصار خارج اراضيهم، قد تنقلب عليهم الامور. مباراة منتظرة بتواجد لاعبين مميزين في صفوف الفريقين، كل لاعب سيحاول ان يقدم افضل ما لديه ليساعد فريقه على تحقيق الانتصار. لاعبان يمتلكان المهارة وتعتمد عليهما فرقهما بشكل كبير وواضح، والجماهير تأمل بأن يصنعا الفارق في مباراة اليوم. كرة القدم رياضة ليست بالسهلة أبدا على اللاعبين. هناك الكثير من العرق، الكثير من الجهد، الكثير من التضحية، الكثير من الأمور التي تبذل في الملعب. تقدر الإحصائيات بأن معدل الجري بالنسبة للاعب في المباراة الواحدة يصل إلى قرابة 10 كيلومتر. الكرة هي لغة الشعوب التي تجمع البشر وتوحد الأمم. كرة القدم تفوقت على المنظمات السياسية وكل المؤسسات الاقتصادية في توحيد وجذب الشعوب. وللمعلومية فإن أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم أكثر بكثير من أعضاء الأمم المتحدة. كرة عرضية يوقفها المدافع، ولمع التشكيلة الأساسية لصاحب الأرض في هذا اللقاء. الفريق راح يستخدم هذه الخطة 4-3-3 التقليدية واللي يعتمد فيها على الأجنحة. مساحة متواجدة على الجناح، عرضية في وسط منطقة الجزاء، ولا مع تشكيلة الفريق الضيف في لقاء اليوم. واضح الاعتماد اليوم على خطة 4-5-1 التقليدية، واضح انه يريد السيطرة على وسط الملعب. دومينكيز، إيفان بيلوت، تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. يفقد الاستحواذ، بيعدي فيها، بمر بيعدي، لابد أن تستغل هذه الكرة. لعب لك كرة حلوة، فرصة هنا، كانت فرصة هدف محقق، لكن برافو حارس المرمى خلصها، أبعد الكرة عن مرمى. لقطة خطيرة جدا. ركنية باتجاه المنطقة، يجب بأن يسدد الآن. كرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. كيف راح يتصرف فيها؟ خطرة والتسديدة، والكرة تصل إلى الحارس. يرسل الكرة لوسط المنطقة، أوه ضاعت الفرصة. تسديدة قوية مرت قريبة من المرمى، كانت تحتاج إلى دقة أكثر في اللقطة الماضية من هذا المكان القريب. إيفان بيلوت، دييغو غونزاليس، حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. ممكن جول، اوهو هدف
يكسر النتيجة السلبية، افتتح المباراة الضربة الأولى، منافسة ستبدأ الآن، مباراة بنقطة تحول في هذه اللحظات. ها هم يتقدمون بهذا الهدف. في مجموع المباراتين أصبح الطرف الغالب والمتفوق في هذه المواجهة. سنشاهد إن كان بإمكانهم الحفاظ على هذا التقدم. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر. مر فيها، انطلق فيها، راح. أوهو، ضاعت الفرصة. شوف القرار في اللقطة الماضية، فكر يسدد، كان منفرد بحارس المرمى، لكن الكرة بتضيع. كان مفروض يكون أكثر هدوء في اللقطة الماضية. ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. كرة خطيرة على المرمى، الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة. فرصة لا تعوض، قد لا تتكرر. المرمى خالي، كل شيء متاح الآن، لكن بتضيع بطريقة غريبة، مستحيل اللقطة. تمريرة على طرف الملعب، مساحات كبيرة على طرف الملعب. استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. ليساندرو لوبيز، مارسيلو بيعدي وبيمر بالكرة، مارسيلو دياز. اوهو، حارس المرمى، أو الأفضل أن نقول أضاعها اللاعب وهو في حالة انفراد. لا يمكن أن تهدر هذه الكرة. كرة بتتخلص بشكل ممتاز، كرة بتبعد من الدفاع، لكن تعود، بيعدي فيها، فرصة الآن، كرة في القائم مرة أخرى، كرة بشكل جميل. أوهو، ضاعت فرصة تقليص الفارق. كان ممكن يعود الأمل مع هذه الفرصة، لكنها لم تستغل. يا الله على هذه اللقطة. عند الإمكان يتقدم بالكرة، فرصة متاحة. الله على ميزة حارس المرمى الكبير، حارس يظهر في مثل هذه المواقف، انفراد صريح. لا أحد كان سيلوم حارس المرمى، لكن شوف التصدي، شوف القدرات، يحافظ على النتيجة. ركنية باتجاه المنطقة، يبعد الخطورة في هذه الكرة. عند الفرصة في هذه اللحظات، تصويبة باتجاه المرمى. يا رب، كرة تعانق الشباك، فعلها فلامينغو، نجح في هز الشباك. الله على الهدف، على الإثارة المنتظرة والمرتقبة، على أجواء ملتهبة الآن. بهذا الهدف تقدموا في مجموع اللقاءين. إذا نجحوا في الحفاظ على هذا التقدم فيما تبقى من وقت، فإن هذا سيعني حسم الأمور لصالحهم. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء.
جيد يستعد في قطع الكرة. تحت الضغط الآن. انطلاقة وبداية فرصة. ضاعت الكرة. بتروح الكرة للخصم. بيعدي فيها بمر. بيعدي. يا الله شايفين اللي انا شايف؟ هذه فرصة تضيع. انفراد بحارس المرمى. فكر يسدد كرة قوية لكن اللقطة الماضية افتقدت الدقة. راحت الكرة. ما كان فيها تركيز. فرصة بتضيع عليه في اللقطة. هنا في مكان خطير. جونزاليس. تصدي ممتاز لحارس المرمى. ممتاز في قراءة اللعب. بيمر فيها من الدفاع بشكل ممتاز. كما كان متوقع بصراحة. الحكم يحتسب 4 دقائق لأن المباراة توقفت في عدة مناسبات. كرة متاحة للتسجيل. نهاية محبطة حقيقة لفرصة حقيقية. كان ممكن يسجل. كان مطالب بما هو فرصة لوضع الكرة في الشباك. تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى. لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. كرة بتعدي بوجه في المرمى. شوط أول نجح فيه الفريق بالخروج بأريحية كبيرة بسبب تفوقه في مجمل اللقاءين. حتى الآن الفريق وضع قدميه في نصف النهائي. كل ما عليه أن يكون لعب كرة. ينطلق الآن الشوط الثاني لهذه المباراة مع ضربة البداية. يفقد الكرة. هذه فرصة. كرة مقطوعة. محاولة بتدخل. مجهود مميز. بيلعبها في مكان. تسويبة ووصلت في النهاية إلى الحارس. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. عنده الإمكانية هنا. المسافة بعيدة لكن اختار يجرب. شوف التسديدة القوية لكن لقطة كانت بعيدة تخرج في هذه الصورة بدون أي خطورة. دومينكيز. تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. يسددها من بعيد. تصدي ولا أروع من حارس المرمى. كانت تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن الحارس كان صاحي. نجح في إبعاد الخطورة. هذه هي أهمية حارس المرمى. الله على هذا القفاز. تسديدة غير متوقعة من مسافة بعيدة لكنه كان في الموعد. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. ليساندرو لوبيز. بينية لكن أقرب لحارس المرمى. يخسر الكرة داخل المنطقة. يا لهيب الله على التمريرة. أوه فرصة خطيرة بتضيع. المنافس يسيطر على الكرة.
رينييرو، قد تكون خطرة، تسديدة بعيدة والكرة بتتحول إلى ضربة مرمى. روخاس، كرة في وضعية هجومية، يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة، ماذا سيفعل الآن؟ كرة بترجع عند الحارس، كرة خطيرة على المرمى، تمريرة استعراضية بالكعب، تصويبة لم تكن بين الخشبات الثلاث، ضاعت الكرة. تسديد من بعيد، لم تفتقر إلى القوة لكنها افتقدت إلى الدقة، كانت تسديدة من بعيد. تمر من فوق العارضة أمام عيون حارس المرمى. تغيير غير عادي، اللاعب كان غير عادي في هذا اللقاء، أعتقد سيقلب حال المباراة في الدقائق المتبقية. مارسيلو دياز، دياز خطيرة الآن، يا الله شايفين اللي أنا شايف، هذه فرصة تضيع، انفراد بحارس المرمى، فكر يسدد كرة قوية لكن اللقطة الماضية افتقدت الدقة، راحت الكرة، ما كان فيها تركيز، فرصة بتضيع عليه في اللقطة. كرة في مكان خطير، فرصة للعرضية، كرة تصطدم في الدفاع، تخرج إلى ضربة ركنية، ركنية في المنتصف، برأسية ما كانت خطيرة أبداً، الحارس بكل سهولة. تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. الإمكانية هنا، هنا في مكان خطير، عند الكرة الآن، رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. بدون أي معاناة تقطع الكرة بعد تمريرة سيئة. رينييرو، كرة تذهب للخصم دون معاناة بعد تمريرة سيئة. كسر الخط الخلفي بكرة بينية ممتازة، يقف لوحده في المنطقة، برافو حارس المرمى، ارتمى على الكرة بشكل ممتاز، تمكن من الإيقاف، كرة كانت صعبة لكن ليس على هذا الحارس. كرة زاوية إلى العمق، كرة رأسية ضعيفة والحارس بيوقفها بدون معاناة. مارسيلو دياز، ماتياس زاراتشو، الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصفرة. حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين،
تركيز عالي كان من حكم الرائد في اتخاذ هذا القرار، لان الفارق اللي كان يتقدم فيه المهاجم عن خط الدفاع فارق بسيط لا يذكر. الان مع التبديل حاول الاستغلال دكه البدلاء، دفع بلاعب جديد يعطي مزيد من الحماس للفريق داخل ارضيه الملعب. يفقد الاستحواذ، كيف راح يتصرف فيها؟ قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات، كرة تصطدم في القائم وترجع إلى الملعب. فرصة الآن، يفقد الكرة، ضيع على فريق الفرصة، كرة متاحة للتسجيل، ضربة جزاء يحتسبها حكم المباراة بدون تردد، ركلة جزاء ومدافع يرتكب خطأ ويحصل على كرت أصفر في هذه اللحظات. شوف الإعادة في اللقطة، في تدخل أيضا، كان في سلايد قوي وخطأ واضح، كانت عرقلة واضحة وخطأ صحيح يحتسب حكم اللقاء. مهمة تسديد ركلات الجزاء ليست سهلة أبداً، بعض اللاعبين يرفضون تسديد هذه الركلات بسبب عدم قدرتهم على التركيز وسط الضغوطات وتسليط الأضواء، ولذلك يجب أن تكون اختصاصي حتى تضع الكرة في المرمى. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. دقيقة واحدة فقط تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع، وتصويبة خطيرة، تسديدة قوية من مسافة قريبة، لكن الكرة بتمر، الكرة بتعدي، كان ممكن تستغل بشكل أفضل، بشكل مثالي في التنفيذ. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. يتقدم نحو المرمى، يخترق ولديه المساحة، كرة عرضية لا تستغل كما يجب، عرضية في وسط منطقة الجزاء، عرضية تجد طريقها. صفرة الحكم مشاهدينا تعني نهاية المباراة وتأهلهم إلى الدور المقبل واستمرار الرحلة في هذه البطولة الأوروبية. مواجهة كانت صعبة لكن أكدوا فيها بأنهم الأفضل بعد مباراة ذهاب وإياب، كانت المحصلة النهائية لمصلحتهم. صحيح تفوقهم لم يكن كاسحا لكن كان كافيا للتأهل الفريق إلى الدور القادم. الفرصة في هذه اللحظات، تصويبة باتجاه المرمى، يا رب كرة تعانق الشباك، فعلها فلامينكو، بيسددها من بعيد، تصدي ولا أروع من حارس المرمى، كانت تسديدة قوية من مسافة بعيدة. حارس المرمى ارتمى على الكرة بشكل ممتاز، تمكن من الإيقاف، كرة كرة متاحة للتسجيل،
في المرمى من علامة الجزاء. Thank you.